يا سي الوالي علاه ما عطاولوش؟ علاه ما عطاولوش؟ انا راه يخدم في البيئه وانت هدرت على البيئه. لاباي لاباي تتجاوز الصلاحيات تاعي. قانون يقول 2 مليون و400 تبعني مليح. ها صل علي، ها كمل لك صاحبي، كمل لك اصبر خلي فاهمة، ها خليني نكمل لك، خلي خليني نكمل لك. واه لا بغيت تربي حاجة واحدة خلوني. واه انا لا ديمي، انا حد خليني نكمل لك. لا لا ما ديمي سوني، ما عنديش ما قلتوش يجي يخدم عندك، يجي انا نمشي يقلك. لا 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 احنا عندنا قانون يقول 2 مليون و400 دخل عائلي ماشي ما با دخل فردي. ها سكتي خليني نهضر. واه 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 خلوني 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 يقنع. تبعني مليح شدك في حياتي. شوف شوف انا ندير معاك واحد الحوايج. واه دير صح واه خويا انت امك راضيه عليك. خليني نهضر معاك، خليني نهضر معاك. انا حاجه تاع القانون ما نقدرش نحكي عليها. دير القانون، دير القانون. عندكم جوج حوايج، هذه الكوطه اللي نحينا نحطوها بجهه ما نمدوهاش ناس واحد اخرين. بشرط ها خليني نهضر معاك. احنا اليوم نكتبوا لوزير السكن هكذا، الا عطانا رخصه ما كاش مشكل. خارج الرخصه ما نقدرش. هذا هي الخير واحد منا. صلي على النبي. انا هذا حاجه يا سي الوالي، يا سي الوالي ما تكلفونيش حاجه. يا سي الوالي لا لا سي الوالي ها تنبه لي. تبعني مليح تبعني. انا قلت لك، انا قلت لك احنا نطلبوا رخصه. لا عطاونا رخصه ما كاش مشكل. انا نهضر عليكم. انا ولدي راه يدور، انا نهضر عليكم. كل الشهر يبدا يخدم عند واحد. ماشي انا اللي حددته، انا ماشي حددته.